ربنا يخليك، احنا اللي بنبقى فرحانين ان انت موجود معانا، ربنا يخليك. لانك يا عمرو ليك، مش عايز اقول مكانه، المكانه موجوده، لكن ليك حته في القلب عند الجميع، ليك حته احترام، ليك حته موهبه، ليك حته قياده، ليك حته جدعنه، ليك كل يعني في كل حته ليك مكان بصراحه. يعني هل كنت متصور وانت بتتنقل من الاسماعيليه للنادي الاهلي انه هتبقى بهذا الحجم من العشق عند جمهور النادي الاهلي؟ لا طبعا، يعني لو كنت بفكر في وقت الانتقال ان انا يحصل معايا كل ده واوصل للمكانة دي، لا طبعا. انا يعني كنت جاي عشان البطولات، وجاي اكتب اسمي جوه تاريخ النادي الاهلي، ويبقى اسمي يعني من الناس اللي ساهمت في بطولات النادي الاهلي، والجمهور ينادي على اسمي كل مباراة. لا طبعا، يعني الحمد لله، يعني اللي وصلت له ده فضل من عند ربنا. تعب سنين طبعا، طموح كان موجود من أول يوم لحد النهاردة بيتجدد كل يوم. الحمد لله إن أنا يعني أنا راضي عن اللي أنا عملته جوه النادي الأهلي، وإن شاء الله الفترة اللي جاية أقدر أحقق أكتر. طموح بيتجدد كل يوم، يعني كل البطولات وكل المساهمات، ويعني بصوا حضراتكم 329 مباراة، 33 هدف، 28 تمريرة حاسمة، 61 مساهمة تهديفية، 23 في الدوري المصري، 18 صناعة في الدوري المصري للأهداف، 6 أهداف إفريقية، 9 أهداف مساهمات، 3 في كأس مصر، 1 صناعة في كأس مصر، وهدف في كأس العالم للأندية، وما زال الطموح بيتجدد؟ طبعا، يعني انت اللعيب لو طموحه وقف في يوم خلاص، هو كده يعني مش هيقدر يدي حاجة تانية. لازم اللعيب كل يوم طموحه يتجدد. لو بيكسب بطولات عايز يكسب بطولات اكتر، بيكسب شهرة عايز يكسب شهرة اكتر. لما بتعمل ماتش كويس بتبقى مستني المباراة اللي بعدها، عايز تعمل اداء احسن من كده، ارقام بتعملها بتبقى عايز تعديها وتحقق الاحسن كل يوم. ده اللي اتعلمناه جوه النادي الاهلي، زي ما حضرتك عارف، حضرتك واحد من ابناء النادي الاهلي. كل يوم ببطوله، وكل يوم جديد بتقفل على البطوله اللي قبلها وبتفكر في اللي جاي. من اول يوم ده خلاص بقى يعني جوايا وجوه كل اللعيبه اللي موجوده جوه النادي الاهلي، فلازم نمشي على نفس النمط ده، نعم، والا مش هنكون موجودين جوه النادي الاهلي.